أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل يهودي مات على اليهودية ونحن متأكدون من ذلك، فهل نجزم بأنه من أهل النار كما جاء في الحديث أم نتوقف في أمره؟ إيش الإدراك أنه مات على اليهودية؟ يمكن تاب في آخر لحظة وأنت لا تدري، أنت ما كلفت بهذا يا أخي، ما كلفت. لكن نقول أن نعامله معاملة اليهود، لأن اللي يظهر لنا أنه مات على اليهودي، يظهر لنا كذا، فنعامله معاملة اليهود، نسلمه لليهود، لا نتولى جنازته. أما أنه مات على اليهودية قطعا فهذا إلى الله جل وعلا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.